بداية أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. الله يسلمك، أهلا بك، شرفتونا. هو تعرفنا أكثر عن أستاذ محمد، كيف كانت بداياتك، متى أجيت داخل دولة الإمارات، وفكرة مشروع كراج آدم؟ والله أنا من أول ما دخلت الإمارات على فكرة أنا كنت شغال في جراج تاني، ما جيتش على طول فتحت جراج أو كده، يعني أنا جيت البلد دي قعدت شهر من غير عمل لغاية ما اتوظفت في جراج، قعدت فيه 3 أشهر، وبعد كده ربنا كرمني بجراج آدم اللي أنا جي عامل فيه، يعني أنا جيت في جراج آدم هنا عامل واحدة واحدة. في خلال مثلا شهرين بقيت انا المسؤول في الجراج، بقيت انا المدير بتاعه، بعدها بخلال مثلا 9 أشهر بدأت اللي انا اخش اللي انا اشتري الجراج. طبعا ربنا كرمني باخويا برضو وابويا وكل حاجة، ابو حسين اللي هو علي اللي هو شريكي حاليا في الجراج، كرمني بيه وهو يعتبر اعز واحد لي، عشان ما ننساش فضله عليا برضه، هو الاول والاخير فضله عليا بعد ربنا طبعا. دخل معايا شريك في الجراج وبدانا، خدنا الجراج بدانا نأسسه، بدانا بقيت دلوقتي طبعا صاحب الجراج، بس برضه من خلال الحاج علي ما نساوش اللي هو البحرين، يعني هو الفضل عليا الاول والاخير بعد ربنا سبحان الله وتعالى. تمام. دولة الامارات طبعا دولة جميلة، استثمارها جميل جدا، طبعا ناس محترمة، مش هنقابل طبعا في اي بلد تانية او في اي دولة تانية زي دولة الامارات بصراحة بامانة. فهي دي كانت بدايتي في الامارات لغاية ما ربنا كرمني دلوقتي والحمد لله بقيت صاحب جراج ادم. تمام. مفيش، هي دي قصتي كانت في الإمارات. طبعا هي الخدمات دلوقتي احنا ميكانيكا، سمكرة، سبوف، كهرباء، شامل، هو جراج شامل. الخدمات اللي بنعملها في عروض دلوقتي اصلا احنا منزلينها 25% خصم. في عندنا عروض تانية اللي هي بتاعت مثلا غيار الزيت، فلاتر المكيفات، تشيك على العربية كامل، دلوقتي منزلون مثلا عروض مقاربة ل 200 درهم. تمام. كامل تشيك كامل على السيارة مع غيار الزيت مع غيار الفلاتر. تمام. في منزلين خصومات مثلا على حل الماكينة، تغيير الماكينة منزلين خصومات 25%، يعني عندك هو ممكن يقدر مثلا العميل يسأل خارج، وزي ما بيجيب من بره خارج بيجي يدينا أسعار اللي هو سأل بيها، احنا معانا خصم 25%. تمام. طبعا في دولة الإمارات بيئة تنافسية في جميع المجالات، طبعا خبرنا اكثر عن ايش اللي بيميز كراج ادم عن الاخر. والله يا جراج ادم اللي بيميزه السرعه، الوقت في السيارات، في الشغل بتاعنا، يعني بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ما نعطلش العميل عن سيارته. جميل. دي اكتر حاجه بتميزنا هنا، يعني الشغل بسرعه جدا. تاني حاجه بياخد ضمان مع السياره في العمل اللي احنا عملناه، يعني مثلا غيرنا ماكينه بياخد ضمانه على الماكينه بتاعته، دي احنا مسؤولين عنها، بنشيلها كامل في اي حاجه لو فيها سبب من الاسباب شغلنا. تمام. ما بيرجعش لاي حد الا المدير المسؤول في الجراج، وهو المدير المسؤول اللي هو يشيل تكلفه السياره كامله لو فيها اي عطل من الاسباب بتاعتها. ما شاء الله. جميل. تمام. طبعا اكيد استاذ محمد انت ما وقفت لهون، في خطط مستقبلية لك، في رؤية مستقبلية، خبرنا أكثر، شو رؤيتك المستقبلية؟ وين حاب توصل بعد 5 سنوات؟ وين تشوفها إن شاء الله؟ بإذن الله خير، يعني برضه بفضل ربنا هتشوفني في كل حتة في الإمارات بإذن الله. جميل. ماشي. وهي الخطة المستقبلية الجاية هي بإذن الله هتبقى الأول فرع في البحرين.
بلد استثمارية وأيضا بلد بتنعم نعمة الأمن والأمان الحمد لله رب العالمين. والله دي اللي مميزة فعلا، هي فعلا بلد الأمن والأمان، بلد وطنية فعلا. نعم. حسسناش بالغربة. نعم. دي أول حاجة فعلا احنا حسيناها في البلد فينا. أنا مش حاسسها بالغربة يعني. نعم. ممكن أقول لك أنا بقالي سنتين طبعا، هو كل واحد مشتاق لبلده. نعم. بيحب ينزل بلده. أكيد. تمام. بس أنا من عشان ما نيش حاسس بالغربة، عدوا برضه عليا السنتين اكنهم يومين بامانه. والله بتكلم بجد، مش كلام. فهي فعلا بلد الامن والامان، بلد وطنيه بتحب الخير، ما شفتش فيها اي حاجه وحشه البلد دي بامانه. الحمد لله. الحمد لله. فضل رب العالمين اولا واخرا طبعا. فضل الشيوخ حكام دوله الامارات، بحب اسمع منك كلمه شكر طبعا. الشيوخ بشكر الشيخ محمد بن زايد، وبشكر الشيخ محمد بن راشد، طبعا جميع الشيوخ على راسنا من فوق، ناس اكرماء، ناس ضيوف، ناس محترمين جدا فعلا، حياهم الله. وجهها لعلي عمر الله فتح الله ابو حسين البحرية. طبعا هو والدي يعني، هو هنا والدي بامانه، وقف جنبي وقفات جميله ما انساهالوش. نعم. عمري ما انساهالو. اكيد بنتشكر احنا ايضا على قناتنا، وتشكر طبعا استاذ محمد على هذا اللقاء الجميل. طبعا استاذ محمد، نخبر الساده المشاهدين موقع كراج ادم داخل موقع عجمان. عجمان الجرف 1 عند سوق السن، جوه سوق السن.